اتصل بشاب من شبابنا قال لي يا شيخ والله اني احس بضيقة في قلبي، وحشة في صدري، احس حياتي كئيبة، اشعر وكأن الدنيا كلها فوق راسي. طبعا يا اخوان والله تعودت على هذه الكلمات من كثير من شبابنا وبناتنا، اما باتصال واما برسالة، يشتكون الهم، يشتكون الغم، يشتكون الضيق والنكد والكدر. قلت لهذا الشاب تسمح لي بسؤال واحد بس، سؤال واحد. قال لي تفضل. قلت له أسألك بالله كيف حالك مع الصلاة؟ تدرون ايش قال؟ قال لي والله لي 3 سنوات ما ركعت لله، لي 3 سنوات ما ركعت لله ركعة، ما ركعت لله ركعة. ومن أعرض عن ذكري، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يا إخواني والله في آية في سورة الإسراء كلما أقرأها تأثر كثير. ومن كان في هذه أعمى، أعمى إيش معنى أعمى؟ أعمى عن ذكر الله، أعمى عن المساجد، أعمى عن كتاب الله، أعمى عن بر الوالدين، أعمى كعموم عن طاعة الله عز وجل. هو يبصر للمعاصي، هو يبصر للذنوب، هو يبصر للمحرمات، للزنا، للفواحش، مقبل إليها. أما الطاعات فهو أعمى. الله عز وجل يقول ومن كان في هذه أعمى، في الدنيا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً.